بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين، واللهم تقبل دعائنا في يوم عارفة ان شاء الله، واجعلنا من المقبولين في يوم عارفة بإذن الله. النهاردة مع بعضينا زي ما انتم شايفين، ما عنديش مقادير ولا عندي اي حاجة، عندي الكريز اللي كلنا بنحبه، وهو دلوقتي يعني طالع بكترة، فطعمه فظيع جدا، جميل جدا يا جماعة. بيتعمل منه طرطات، بيتعمل منه حلويات، بتحط على الجاتوهات، على التورتات، على اي حاجه. في كتير مننا ما بيعرفش ازاي يحلل الكريز، فانا هوريكم طريقه معينه او طريقه بسيطه سهله جدا نخلف بيها الكريز بتاعنا من غير اي مكنه مخصوصه ولا اي حاجه. يعني شوفوا، انا خليت دول، شايفينها عامله ازاي. ممكن برضو لو عايزه تجففيه وتعملي زي الحلويات، زي ما احنا بنشتريه من محل الحلويات، ممكن برضو في الوقت ده يعني موجود دلوقتي ان انت تقدري ايه تخزنيه. هو ابتدى سعره ايه يقل شويه، كان اول ما طلع ب40، بعد كده نزل ب30، دلوقتي في حدود 25، يعني بيبتدي ايه سعره يقل، يعني لما هينزل مش هينزل تقريبا عن 20 حاجه زي كده. ممكن نجيبه ونخزنه، لو انت عايزه تجيبيه من دلوقتي بنجيبه ونحطه في علبه بلاستيك، وبنروح مغطيينها بغطا، ما بيجرالوش اي حاجه، شايفين اهي، وتحطيه تغطيه بالغطا، تحطيه في الثلاجه، وقت ما تبقي محتاجه ان انت تعملي منه اي حاجه بتطلعيه. مش هطول عليكم، هنشوف بقى هنخلى الكريز بتاعنا ازاي. ادي الكريزايه بتاعتي ايه زي ما انتم شايفين، بنشيل بقى العنقود بتاعها. بس الاول في البدايه اي شاليمو عندك تمام، بس تكون ايه جامده شويه، ما تكونش ايه اللي هي طريه، علشان تستحمل ايه وانا بطلع البذرية بتاعت الكريز. واحده الشاليمو زي دي بسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه، متوفره في اي مكان. اروح جايبه الكريزايه بتاعتي وشايله منها العنقود كده زي ما انتم شايفين، وعندي مكان العنقود، وهقول بسم الله، وهبتدي هلف الشاليمو بتاعتي كده اهو زي ما انتم شايفين اهو، تمام كده. انا شايفينها دي مش البذره، شايفين البذره طلعت فين؟ هوريها لكم دلوقتي اهي، ادي البذره بتاعتي اهي، شايفينها طلعت في الشاليمو ازاي، شايفينها يا جماعه بكل سهوله وبكل سلاسه. يعني انا ايه مش هستنى واحده واحده وافضي ايه البذره منها، انت ممكن تعملي كده وتروحي مجمعه البذر جوه الشاليمو زي ما انتم شايفين كده اهو، واعمل غيرها زي ما انتم شايفين كده، كله هيتجمع عندي في الشاليمو جوه، وبعدين هنبقى ايه نفضيه في الاخر. شايفين يا جماعه انا مطلعه الكريزايه ازاي، زي ما هي بحالها كده، شايفينها او شايفين البذر بقى متجمع جوه ازاي. واحده ثانيه، شايفينه ما شاء الله الكريز من جوه احمر وجميل بصراحه، يعني انا ما بحبش الكريز ده، يبقى فاته كتير جدا. شايفين يا جماعه، نيجي بقى نفضي البذر بتاعنا اهو، شايفينه متجمع جوه ازاي. ممكن تعملي كميه كبيره بالطريقه دي، وتستخدميه في حاجات كتيره جدا من غير اي تعب، شايفين. يعني بصوا انا قاعده بتكلم معاكم وبعمل اهو، بفرغه بشيل منه البذره بتاعته، يعني من غير اي تعب خالص، يعني ولا مجهود خالص، بسيطه خالص، مفيهاش اي حاجه. اعملي الكميه اللي انت عايزاها اهو، نفضي البذره بتاعتها. لو عايزه تلبسي جوانتي علشان اللون بتاع الكريز بيعلم في الايدين ماشي، بس انا عامه انا ما بحبش استخدم جوانتي، عشان يعني بحب اشتغل براحتي كده. شايفين بقى الكريز بتاعي اللي انا فرغته، نعمل بقى منه كل حاجه. طبعا انا بفرغه قدامكم علشان لما هاجي هعمل منه كذا استخدام، ما يبقاش الفيديو طويل عليكم، ابقى انا مفرغاه معاكم قبل كده ونستخدمه على طول في الحاجات اللي احنا هنعملها اهو بالشكل ده كده. ده كان النهارده فيديو بسيط وقصير جدا، علشان يعني اعرفكم كيفيه تفريغ البذر بتاع الكريز. واتمنى ان انا ما اكونش كنت تقيله عليكم واكون افدتكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس،
عشان يوصلوك كل جديد، عشان يدعموا ام باسم. كانت معاكم ام باسم من قناه ام باسم، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في حاجه سهله وسريعه وجميله ومفيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.